ممثل عن تنسكيل شباب الاحزاب والسياسيين، عايز اعرف انتوا ايه ارائكم بخصوص الحوار الوطني وقانون المحليات، امتى هيخرج للنور وشكله هيبقى عامل ازاي، وهل هيلبي رغبات وطموحات الشباب فعلا في مصر ولا لا؟ رؤية حزب إرادة جيل في تطوير منظومة التعليم ومنظومة الصحة، هيكون في تعاقدات مع عيادات، مع مراكز طبية، مع مستشفيات، بتكون من خلال إجراءات دقيقة جدا. أقدر إن الشباب ليه أهمية وليه دور، وبالذات في العمل الحزبي، حزب بلا شباب حزب بلا مستقبل. تشجيع الصناعة المصرية وإن احنا نقلل من فجوة الاستيراد بقدر المستطاع، لكن لن نستغنى عن الاستيراد الكامل. احنا عايزين يعني نعرف بس دور الحزب في محاربة المنصات اللي زي دي ونشر الوعي والثقافة للشعب.